مشاهدينا الكرام، جولة إخبارية جديدة من البوابة نيوز، أهلا بكم. ونبدأها بأهم الأخبار المحلية والعربية. أعلنت القوات المسلحة في بيان عاجل عن مقتل 126 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وذلك بعد القيام بعدد من العمليات النوعية التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 47 لانتصار العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر عام 1973، والتي تمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر. ومن جانبه بعث فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط ضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة احتفالا بتلك المناسبة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 298 حالة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من المصريين، ووفاة 9 حالات. وأشارت الوزارة في آخر بيان لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 1522 حالة حتى اليوم، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالمحافظات كافة للحد من انتشار الوباء في مصر. سجلت الولايات المتحدة 1453 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 66,000 حالة، فيما سجلت روسيا أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 10,633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو أكثر من 134 حالة وفقا للبيانات الرسمية. ورياضيا، فتح مسؤول النادي الأهلي خطوط اتصالات ومشاورات مع أجهزة الدولة للاستفسار عن استئناف النشاط الرياضي في ظل الأنباء المتداولة حول رغبة اتحاد الكرة في اتخاذ قرار بإلغاء الدوري هذا الموسم بسبب جائحة كورونا. وأعرب النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي، إذ يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقا رؤيتها بما يضمن العودة الآمنة للموسم. وفنياً، نفى الفنان عمرو عبد الجليل امتلاكه أي حسابات على السوشيال ميديا بوسائلها المختلفة، مؤكداً على أن كل ما ينسب له مؤخراً عبر حسابات باسمه لا تمت للحقيقة بصلة. جاء ذلك خلال مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو عبد الجليل وتم نشره عبر حساب السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف بعد انتشار عدد من التغريدات المزيفة له، حتى أثارت جدلاً واسعاً على مدار اليومين الماضيين. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.